كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. هذا نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة أعياد الوطن. في هذا اليوم الأغر من أيام الوطن الغالي نسطر منجزاتنا التي نفخر بها والتي تحققت على مختلف الصعد مكللة بمسيرة العطاء التي اختطها جلالتكم نهجا قويما شاملا نسير عليه جميعا لخدمة هذا الوطن والإسهام في تعزيز المنجزات والمكتسبات التي تحققت والسعي بكل عزيمة وإصرار نحو تحقيق المزيد لمسيرتنا الوطنية المباركة في ظل قيادتكم الحكيمة، واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن الذي هو أساس التنمية ومحورها، وتجسيد ذلك في مختلف البرامج والمبادرات التي تولونها جلالتكم بشمول رعايتكم واهتمامكم حفظكم الله ورعاكم. ونستذكر في هذا اليوم أيضا ذكرى شهداء الواجب ممن قدموا أرواحهم فداء للوطن والدفاع عنه، شهداء البحرين الذين سجلوا بتضحياتهم عنوانا للوفاء والحب لهذه الأرض الطيبة والذود عنها، والتي خلدت بتخصيص جلالتكم يوما وطنيا لتقديرهم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة بالمزيد من الخير والنماء، مجددا لجلالتكم في هذا اليوم الوطني الغالي الولاء والعهد لمواصلة المسيرة، مستلهمين نهجكم السديد لتحقيق توجيهاتكم السامية لكل ما فيه خير وصالح المملكة وشعبها العزيز. ودمتم سيدي سالمين موفقين، ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. هذا نصها: صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم خالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية، ونود أن نشكر سموكم على تهنئتكم لنا بأعياد وطننا العزيز واحتفالاتنا الوطنية، كما أننا نعتز بما تبذلونه سموكم نحو ما تحقق وسوف يتحقق لأهل البحرين وشبابها من تنمية مستدامة في جميع المجالات بما يعود بالخير العام للجميع بعون الله وتوفيقه. حفظكم الله وبارك فيكم ودمتم سالمين، والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.